أحمد الفلاسي، صانع اللام العربي 2020. رحلتي وخبرتي في الحياة هو أن الوصول لأكبر عدد من المحتاجين، والحمد لله احنا تخصصنا وفي الشؤون الخيرية الطبية. مصدر الإلهام عندي مصدرين، مصدر الله يرحمه الشيخ زايد، والمصدر الثاني هو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ملك الأمل والإنسانية في العالم. والله يطول في عمره الشيخ محمد بن زايد معزبي وشيخي وتاج راسي، الله يحفظه إن شاء الله ويسر أمره. يعني وصل سيد دولة الإمارات في كل الدنيا، ما في بلد أو مكان أو فريج أو حارة في العالم ما يعرفون شيء اسمه محمد بن راشد محمد بن زايد.